هذا زيت الزيتون يا جماعه، شوفوا انا شاب الكشاف عليه، هذا يا جماعه يخفض نسبه الكوليسترول بالدم لان فيه دهون احاديه. نسبه الحموضه فيه يا جماعه اقل من 0.8، اللي هي يا جماعه هذه اللي اقل من 0.8 اللي مارت البكر الممتاز، اذا زادت يصير بكر وليست بكر ممتاز. مفيد حق الانسان، يعني الصبح مع زيت زيتون مع عسل، زيت زيتون مع ثوم، يعني شيء الحمد لله شيء طيب وانا قاعد اجربه. وهذا الزيت اللي نزلنا لكم، وانا نزلت لكم طبعا رقم التليفون بالبايو اللي هو رقم الواتساب، يرجى التواصل على الواتساب. زيت الزيتون التونسي الاكسترا فيرجن اللي هو ما شاء الله لا قوة الا بالله ولا اروع، الله يعطيكم العافية وعينه عليكم بالعافية، وشكرا لكم يا اخواني اخواتي.